<applause> تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذي مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي السلام عليكم احمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا كثيرا واصلي واسلم على المبعوث للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع حلقه جديده في برنامجنا السيره النبويه وقضايا الامه وبمشاركه المشايخ الكرام الشيخ علي والشيخ محمد والشيخ فضل والشيخ علي وبحضوركم مشاهدينا الكرام في هذه المأدبة السنية النبوية الإسلامية ونحن ناخذ من هذه السيرة شواهدها وإفاداتها فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة موضوعها هو الأسرة كما هي مراد للخالق سبحانه وتعالى وكما هي حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم في اسرته الطاهره الشريفه الطيبه المباركه فيما يعرف بالاسره النبويه وفي كذلك ما يعرف بسنه ابينا ادم عليه الصلاه والسلام وجميع الانبياء والرسل وجميع الخلق الذين اقاموا وجودهم الدنيوي على صعيد الاسره الزوجيه والبنوه والابوه وهذا كله مراد له سبحانه وتعالى في خلقه ابتداء الله تعالى يقول وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى فمراده في الخلق الزوجيه المرء وزوجه فهذا مراده في الخلق وهو ما يمكن ان نسميه بمراد الزوجيه هذا من جهه الخلق والانشاء ومن جهه التكليف والابتلاء الزوجيه احكام تكليف وافعال نبي واقوال وتقريرات وكذلك افعال واعمال المسلمين والناس اجمعين، فالاسره هي ايضا ليست فقط عند المسلمين فهي كذلك عند غير المسلمين بناء على الفطره الانسانيه السويه. فالاسره إذن بهذه المقاصد مقصد الزوجيه ومقصد الوالديه. والوالديه هي صفه صفه الوالد والوالده التي تنشا عن الزوجيه. ثم الولدية في مقابل الوالدية بمعنى الولد الذكر والأنثى كما نقول دائما في تفسير لفظ الولد الذي جاء ذكره في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد لفظ يطلق على الإبن والبنت والأسرة كذلك بمقاصد النسب والعرض والنسل وهذه المقاصد الثلاثة ذكرها العلماء ضمن دائره تعرف بدائره حفظ العرض او النسب او النسل ضمن الكليات الخمس التي عدها العلماء حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل او العرض او النسب مع بعض التدقيقات فيما بينها ثم حفظ المال في المرتبه الخامسه فاذا مقاصد الشريعه والسيره والسنه في الاسره انها اسره فطريه هي مراد الله عز وجل في اجتماع الرجل مع المرأة باتفاق وعقد وحقوق والتزامات، وكذلك من أجل تعمير هذه الدنيا لعمارة الآخرة. فضلا عن مقصد الطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة كما جاء ذلك في قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون". وارقى هذه المقاصد كما اخذناها من السيره والسنه والقران ارقى هذه المقاصد اقامه العبوديه لله عز وجل. اقامه العبوديه باقامه مراده في الخلق، ومراده في الخلق اقامه الزوجيه الفطريه الجبليه، واقامه الزوجيه التكليفيه التشريعيه، واقامه الزوجيه في البعث والجزاء يوم القيامه. وهنالك اذا ارتباط بين الزوجيه في الخلق والزوجيه في الفعل والتكليف والزوجيه في البعث والجزاء. والدليل على الزوجيه في الجزاء قوله تعالى: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الاجتماع الاسري بالزوجيه والبنوه والابوه وكل ما يتعلق بهذه الاسره. الوالدية والولدية ومجموع النسب ومجموع العشيرة والقبيلة والربع بلهجة بعض أهل الشرق وبكل المكونات هذه هذه الأسرة الضيقة والأسرة المتسعة الممتدة قوله سبحانه وتعالى خاصة الأسرة الأولى المتكونة من الزوجين والأولاد والأصول والفروع والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الاسره اذا كما استقريناها من السيره والسنه والقران هي مواجهه بنمط غريب من انماط بعض الدعاوى الفكريه والفلسفيه والسياسيه والاجتماعيه وهي ما يعرف بالاسره بين قوسين الاسره الجندريه. اسره الجندر او اسره النوع الاجتماعي وهو نمط غريب وشاذ عن الفطره وهو مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى في الزوجيه التي ذكرناها وكذلك في الولديه والوالديه وفي النسب والعرض فهي اسره بنمط غريب هكذا هذه الاسره تطرح حاليا وطرحت قبل أي... قبل مده على مستوى بعض الافكار والفلسفات وربما على مستوى بعض التشريعات القانونيه والاتفاقيات الدوليه تعرف هذه الاسره بالاسره الجندريه التي لا التي لا تتاسس على الزوجيه الذكر والانثى وربما تتاسس على رجلين او على امراتين وكذلك قد تتاسس وتتاسس هذه الاسره على رابطه ليست بالمعنى الشرعي الانضباطي الذي فيه المقاصد وفيه الحقوق والالتزامات وفيه الضوابط التي تستجيب للفطره وتستجيب لمراد الله عز وجل ولمقاصد الاسره ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نحن كيف نستدعي نموذج النبوه في الاسره نستدعيها بماذا نستدعيها بمقاصدها في القران والسنه ونستدعيها بقيمها التي هي قيم المعاشره بالمعروف والحقوق والالتزامات وارقى واعلى قيمه من هذه القيم اقامه هذه الاسره على قاعده العبوديه لله سبحانه وتعالى كما نعبده في عباداتنا نعبده كذلك في احوالنا الشخصيه ومعاملاتنا الماليه والاجتماعيه هذه هي مقدمه اجماليه عن الاسره من خلال السيره والسنه ومشايخنا الكرام س يعلقون على هذه الحلقه من زواياهم المختلفه كما يقال في عالم الاعلام الزوايا، زوايا النظر. واول زاويه نبداها مع فضيله الشيخ علي فليتفضل في هذه الزاويه تتحفنا بما اعطاك الله سبحانه وتعالى من علم فضيله الشيخ. ان شاء الله. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. حينما نتدبر ايات الله سبحانه وتعالى وسيره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله. نجد ان هذا الدين العظيم اولى عنايه قصوى بالاسره تاصيلا وتنظيرا وتطبيقا وايضا وقدوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوه في كل مجالات الحياه ولكن في مجال الاسره في تعامله مع زوجاته وفي تعامله مع اولاده واحفاده هذا التعامل كان قدوة في الرحمة وفي التربية وفي تحقيق التماسك الأسري حتى تكون هذه الأسرة قائمة على حبل الله سبحانه وتعالى وقائمة كذلك على العلاقات القوية التي تربط بعضها ببعض والقرآن الكريم أكد على ميزان عظيم من أهم الموازين في هذا الكون وهو ميزان الزوج ميزان الشفع وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما فسر قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر قال الشفع هو غير الله والوتر هو الله. الوتر هو الله فقط وبقيه هذا الكون قائم على جناحين على الشفع على الزوج وهذا ما اكده القران الكريم سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض. ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إذا وهذه حقيقة هذه القضية أو هذه الآية سبق علمي لم يصل إليها العلم البشري إلا في الفترة المتأخرة حيث وصلوا إلى أن الكون كله حتى ذرة قنبلة ذرية تقوم على عنصرين على السالب والموجب الكهرباء على كل شيء كل ما فيه ينفع يعني لا يمكن أن تتحقق نظرية علمية وهذا كلام العلماء إلا من خلال ربط شيء بشيء وهذا الربط يكون بينهما محكم وحينئذ يتحقق الناتج من جمع بين سالب وموجب من أي نوع من الأنواع وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مخالفة هذه الزوجية في التعامل على مستوى الإنسان والحيوان بل حتى على مستوى الكون على مستوى المنافع مخالفه هذه القاعده مخالفه للفطره الانسانيه والفطره البشريه كما يحدث اليوم مع الاسف الشديد. وحتى التعامل داخل داخل الاسره بناه الاسلام وبناه الرسول صلى الله عليه وسلم على التشاور وعلى التحابب وعلى التحمل وعلى ان يتحمل الزوج وكذلك ان تتحمل الزوجه وحتى انظر ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته وحينما جاء سيدنا عمر يشكو وجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا زوجاته يناقشنه والى اخره فمن هنا جاءت قضيه اخرى قاعده اخرى ايضا وفق فقه الميزان وهي قضيه هذه الاسره لابد ان تقوم على مفهوم التراضي والتشاور. فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما. التراضي والتشاور هي مشاركة باب التفاعل. يعني أن رضا طرفين الزوج والزوجة يساوي رضا أحدهما الآخر. ومشاورة وت... أحدهما تساوي مشاورة على عكس مشاركة باب المفاعله. ومن هنا أنا أقول في تصنيف الأسرة أن الزوج هو بمثابة رئيس مجلس الإدارة. أما الزوجة فهي سي أو الرئيسة التنفيذية التي تنفذ ويكون دائما بينهما التشاور ويكون القرار دائما بالتوافق شكرا فضل الشيخ علي على هذه الإضافة الطيبة شيخ محمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين خلق الله هذا الجنس البشري لحكمتين عظيمتين، الحكمة الأولى مشتركة بين الإنس والجن وهي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية مختصة بالإنس وهي الاستخلاف في الأرض، وأساس ذلك ودعامته الأسرة، وهذه الأسرة أساسها عقد بين طرفين ومنه تتشعب أفراد الأسرة، وهذا العقد ميزه الشرع عن غيره من العقود فسماه الله ميثاقا غليظا ورتب عليه كثيرا من الأحكام في الحياة وبعد الممات وجعله سببا لربط الوشائج والصلات فبه توصل الأرحام وبه يحمى الدماء وقد مهدت الشريعة لهذا العقد تمهيدا عظيما فأوصى الله كل واحد من الطرفين بالإحسان إلى الآخر وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجه هو وكذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالقيام بحق الاخر فقال في خطبته يوم عرفه وكان يوم جمعه لم يعش بعده الا 82 يوما بابيه وامي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان لديكم اخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله وان المراه خلقت من ضلعين اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمها انكسرت وان استمتعت بها استمتعت بها على اعوج كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يفرك مؤمن مؤمنه نساءه منها خلق سره ومنها خلق اخر والفرك بغضه الازواج والسبب هو تنافر المزاج والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه ممنوع لأنه لا يمكن أن يجد الإنسان من يلائم طبعه في كل شيء في هذه الحياة فمن أراد ألا لا يجد شيئا ينافر طبعه وأن لا يسمع شيئا يكرهه ولا يرى شيئا يكرهه عليه أن يتعجل لدار القرار في ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أما من خالط الناس في هذه الدار فلا بد أن يجد ما يلائمه وأن يجد ما ينافره وتسليته عما ينافر طبعه أن الطرف الآخر سيصبر منه هو على مثلها ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعه اي الرجال المهذب وكذلك فانه صلى الله عليه وسلم اوصى النساء بالقيام بحقوق الازواج فقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من الناس لامرت المراه ان تسجد لزوجها وقد بين اهل العلم مقاصد الاسره في الشرع في سته المقصد الاول الامتثال لامر الله في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء والمقصد الثاني الامتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج ولقوله تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه والمقصد الثالث طلب النسل لقوله اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وصدقه جاريه والمقصد الرابع اعفاف نفسه عما حرم الله عليه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم والمقصد الخامس إعفاف الطرف الآخر فهو من التعاون على البر والتقوى، والمقصد السادس بناء الأسرة على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله بين أن الحقوق والواجبات مشتركة فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الاختيار التي يختار كل طرف من الطرف الاخر على اساسها فقال في الرجل اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه والا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير وقال في المراه تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك والموضوع طويل بارك الله فيك سوا. شيخ محمد بارك الله على هذه الافاضه الطيبه شيخ فضل فضل بارك الله فيكم بالنسبه لموضوع الاسره سأتكلم عن جانب واقعي هام وهما تطرقتم إليه الجندرية وقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ونهى عن تغييره وتبديله فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فنهى عن تبديل خلقه ومن تبديل خلقه هو تبديل هذه الفطرة العظيمة تبديل الزوجية وتبديل الزوجيه هو ما يحصل اليوم في هذا العصر الحديث من تقنين وتجريف للاسره وهو خطر على الانسانيه وخطر على العالم وللاسف الشديد فلم بداوا أولا بتغيير وتحريف المصطلحات لان المصطلحات لها ابعاد فكريه وابعاد لها ما وراءها من العمل فسموها مجتمع لان المجتمع لا يمكن ان يقوم الا على اساس الاساس الجنسي واساس اللغه واساس التاريخ فانشاوا لهم مجتمعا وسموه مجتمع الميم ميم حتى يكون هناك دمج مجتمعي ما يسمى بالدمج المجتمعي ثم غيروا بعد ذلك هوية الذكور والأنوثة التي هي أربع من ناحية الطبية وهي العلامات الظاهرة والعلامات الباطنة الغدد الباطنة وكذلك الكروموزومات وكذلك الهرمونات فزادت الأمم المتحدة علامة خامسة وهي الميول فقننوا لذلك وصرحوا بذلك فأنت لا تستطيع أن تعرف أن ولدك الذي ولدك ذكر أو أنثى لأن هناك علامة خامسة جعلتها الأمم المتحدة وهي الميول ثم أصدروا بعد ذلك قانونا يجرم كل قانون يؤدي إلى الكراهية أو يؤدي إلى الاحتقار ما سموه بالتنمر وأوصوا المدارس بذلك و... ونزعوا, ونزعوا حقوق الأب على ابنه من تربيته والنظر فيه أو حتى نصحه وملاطفته أن يمشي مع هؤلاء أو يمشي مع هؤلاء وفي عام 2013 في عام 2013 اصدرت الامم المتحده 2 مليار و400 مليون مقطع اعلامي للدعوه الى المجتمع هذا المجتمع ميم ميم لترسيخه بين المجتمعات وكذلك في قنوات الأطفال القنوات العالمية الكبرى بدأت تغير الألوان وبدأت تروج لهذا الشيء الخطير المخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها نسأل الله السلام والعافية بارك الله فيك شيخ فضل شيخ علي تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مفهوم الأسرة في الإسلام حقيقة لما نأتي في نماذج عظيمة في تاريخنا الإسلامي ابتداء من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة بناتها هذه أول أسرة يتلى فيها كتاب الله أول أسرة تصلي لوجه الله الكريم أول أسرة توحد المولى عز وجل وبعد ذلك تأتي لأسرة سيدنا أبو بكر الصديق كيف تربت على الإيمان وعلى الإسلام فتجد سيدة أسماء تجد سيدة عائشة تجد سيدنا عبد الله بن أبو بكر تجد بعد بعد ذلك عبد الرحمن تجد ابو سيدنا ابو بكر والده سيدنا ابو بكر جمعهم الايمان جمعهم الاسلام جمعتهم التوحيد ايضا تجد مثلا اسر سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه السيده فاطمه كم فيها من دروس وعبر سيرهم ابنائهم الحسن والحسين رضي الله عنهم وارضاهم كيف تشربوا الاسلام صبغه الله يعني كيف تربوا على دين الفطره وهو امتداد طبيعي لتعاليم المولى عز وجل في الذاكرة الحضارية والتاريخية التي جاءت في القرآن الكريم امتداء من آدم وأمنا حواء ثم بعد ذلك سيدنا نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين وكيف إن أخرج ابنة بحكم إن ليس على العقيدة والمنهج إنه عمل غير صالح وهذا المفهوم اللي استمد من القرآن الكريم سيدنا إبراهيم في أسراء مع سارة مع هاجر مع سيدنا إسماعيل عليه السلام مع سيدنا اسحاق وكيف ان مثل اسماعيل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه، يعني الاصل في الاسره اسره الايمان، اسره الاسلام الصلاه حاضره بقوه، واجعلني واجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء تجد ايضا ويضرب لك ايضا الجانب المشاكل بين الاسره بيعقوب عليه السلام وسيدنا يوسف عليه السلام واخوانه والحسد والمشاكل ولكن تنتهي بنهايات سعيده لانها على موكب الانبياء والمرسلين وكيف العفو كيف الصفح لما قال ائنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني الأسر في المفهوم القرآني الأسر في المفهوم الإسلامي أسر طبيعية الأصل يجمعهم الإيمان، تجمعهم الصلاة، يجمعهم المنهج، تأتي بعض الزلات بعض الأخطاء، يأتي العفو يأتي الصفح يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم المقصد ان المرجعيه في تشكيل الاسره في ثقافتها في حضارتها في عقيدتها يستمد من القران الكريم وتم ترجمه ذلك في خلال عهد النبوه وعهد الخلفاء الراشدين وفي عهد التابعين ونحن على هذا الهدي وعلى هذا النهج وعلى هذا الصراط سائرون باذن الله تعالى. شكرا شيخ علي وشكرا لجميع المشايخ الكرام ولكم مشاهدينا الكرام. وفي الختام في دا في ثواني معدوده علينا ان نحرص جميعا على ان تكون اسرنا جميعا في الجنه وان نجنب اسرنا وابنائنا وبناتنا جهنم وعذابها الشديد يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم نجنا من عذابك يوم تبعث عبادك والحقنا بالصالحين والصالحات من ابائنا وامهاتنا انك على كل شيء قدير، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى لسيرة خير العباد. لهدي قويم لاكمل هادي تعالى لسيره خير العباد لهدي قويم لاكمل هادي تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي باد شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لاكمل هادي